كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل المصريين طيبين. حلوة الفرحة لما تبقى لابسة الطرحة زي العروسة، تبص في فستانها تقول الله على فستاني بس ناقصه الطرحة. تعظيم سلام للي شايل جوه منه حب مصر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الأولى من برنامج كلام مسؤول. كلام مسؤول برنامج سياسي من الطراز الأول. برنامج كلام مسؤول هيعرفنا من الذي يستحق أن يكون تحت قبة البرلمان. بس قبل أن نبتدي في السياسة وفي عالم السياسة في برنامجنا الجديد اللي هنقدمه أنا والأستاذ عبير جلال، أنا عايز أتكلم عن جزئية بسيطة. حصاد 2019 بكل أوجاعها، بكل أحزانها، بكل الحزن والفرح والسعادة والحياة اللي احنا عشناها في 2019. أنا عايز أخدكم من الفاصل ونسمع مجد الرومي تاني. أنا عايز ألو. أيوة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول فرحة البرنامج الفنانة العظيمة التي يقدرها الجمهور، اللي كانت حديث الساعة في 2019 بمسرحيتها الجميلة التي عرضت في مسرح البالون، الفنانة إيناس مكي. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وميرسي على المقدمة الجميلة دي، يعني حاجة تسعدني فعلا. الله الله يعزك. أنا عايز رسالة كنت بتتمني أن توصليها إلى كل المثقفين في الوطن العربي وإلى الأمة المصرية وإلى الأمة العربية بأسرها. الكلمة اللي أنا كنت عايزة أقولها من خلال مسرحية سحر الأحلام، وطبعا هي تأليف وإخراج دكتور حسام عطا، وكلمات الرائعة، يعني الأداة اللي خلتني أعرف أوصل اللي أنا عايزة أقوله، هي كلمات كوثر مصطفى، إنه مصر هتفضل بنفس قوتها ومكانتها وقيمتها في منطقة الشرق الأوسط مهما حصل من ظروف، مهما مرت علينا من آلام، من أوضاع اقتصادية مادية سياسية مش حلوة، لكن هتفضل مصر هي رمانة الميزان، هي الأساس وهي الحضارة. أكيد يا فندم، أكيد يا فندم. ده ملخص الكلمة يعني. لا لا يا أستاذة إيناس، أنت فنانة قديرة، واللي اكتشفته من خلال يعني مشاهدتي لهذه العرض المسرحي الجميل أنه كان عندك ثقافة عالية. احنا كنا متصورين انه الفنانه ايناس مكي ده حد يعني ايه عندها غرور وعندها وجدنا الله. ايناس حد جميل الله. جدا سبحان الله. اولا ميرسي على ذوقك، ثانيا فعلا مع يعني مع الخبره ومع تجربه الحياه، احيانا الشكل اللي هو ربنا بيديهولك يدي ملامح او يدي تركيبه شخصيه مش شخصيتك. أكيد. وده على فكرة يعني جوهر فكرة التمثيل كمان. يمكن طبعا عندك يا فنانة من مسلسل عبد الغفور البرعي أو لن أعيش في جلباب أبي. مستر هاج عبد الغفور. أنت عارف حضرتك ده حاجة تسعدني إنه ده كان من يعني يعتبر أول أعمالي الفنية، وإنه هو علم مع الناس، دي كانت بالنسبة لي إشارة جميلة إنه مش عليا غير إن أنا أحس الحاجة الفنية اللي أنا بقدمها. كون انها توصل وتبصم، كل ما كان الفنان صادق في الحاجه اللي بيقدمها هي هتوصل. اكيد يا نجمه، اكيد يا فنانه. وانت عرضك المسرحي كان جميل، واغانيك في العرض المسرحي مدد مدد، واغاني كتيره، واتفاجئنا انك انت فنانه استعراضيه. ده بالنسبه للناس كانت مفاجاه. وكل النقاد ومفيد فوزي والناس اشادوا الحمد لله بكل هذا العرض الجميل الذي كان من خلال مسرح البالون. طبعا يا استاذ سيد، اول ما هنقول الاستعراضات فلازم هنا يجي اسمين من النجوم هم اللي طلعوا التابلوهات بالحلاوه دي. الاستاذ هشام المقدم المسؤول طبعاً عن الاستعراضات اللي كان بيدربني، دي هو اللي مسؤول على ان الخطوات كانت جميله مع الفرقه، وطبعا الملحن والموسيقار احمد محي هو اللي خلى كلمات كوثر مصطفى تبقى اغاني على مزيكا جميله توصل للقلب. فاي تابلو فني بيتشاف على المسرح ما بيبقاش منسوب النجاح لي انا لوحدي. اكيد لو الكلمات مش قويه، لو المزيكا مش حلوه، لو اللي بيدربنا على الخطوات مش قوي، التابلو مش هيطلع حلو للناس.
اكيد يا فندم. طيب انا عايز يا فنانه ايناس، انت حد بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليكي، في المسرح ممتازه الحمد لله. وكنت جميله في اليوم اللي حسيتي فيه انه عايز توصلي رساله لكل المصريين، تقولي ايه لمصر ولكل الشعب المصري اللي النهارده بيعاني كل حاجه، عايز توصلي له رساله من فنانه يعني لها وضعها ولها تاريخها ولها وضعها في المسرح المصري. ربنا يخليك. هي الرسالة ببساطة شديدة انه على شبابنا وعلى رجالتنا وعلى الشعب المصري كله ان هو يتحمل الفترة دي، اللي هي حتى التاريخ بيقول ان هي دايما لما الامم بتبقى خلاص وصلت لمرحلة التعب بترجع تعلى تاني ان شاء الله. اشكرك يا نجمتنا لهذه المداخلة الجميلة، سعدت بيكي نجمة مصر الفنانة ايناس مكي. الدخلة دي، وعايزة أقول للناس وللجمهور كل سنة وانتم طيبين، لكل المصريين، لكل الدول الإسلامية والعربية، يا رب 2020 تكون سنة جميلة وسنة سلام علينا كلنا يا رب العالمين. وعليك يا فندم، وعليك، وكل سنة وانت طيبة فنانتنا الجميلة. وانت طيب يا أستاذ سيد، ميرسي، مع السلامة. ومن هذا العرض المسرحي الجميل الذي كان أيقونة لكل المصريين، اللي أخرجه مبدع يمتاز بالإبداع المصري، كان دائما عصبي في المسرح، كان دائما بيشد على الفنانين، كان دائما حنون مع الفنانين، المخرج العبقري حسام عطا، هذا النموذج المتميز في الإخراج المسرحي. ألو، مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. انا بشكرك على هذه المحبة. الله يخليك استاذ حسام. الله يخليك. دكتور حسام، انت مخرج متميز، وضعت عنوانا لكل المصريين انه كل المصريين يتماسكوا ويبقى عندهم قدر من الحب لهذه البلد. الحمد لله، الحمد لله يا فندم ان ربنا وفقنا ان ننجز هذا العمل وان نوفق الى هؤلاء المبدعين الرائعين الذين احتملوا تجربه جديده وصعبة وقدرة لها، ولله الحمد يعني أن تصافح أعين المصريين في 2019. أنا عايز دكتور وجهة نظرك في العدد اللي كان بيحضر والمشاهدين اللي كانوا بيستمتعوا بهذا الأوبريت الرائع في الشكل الإبداعي، البلاتو اللي خليته جميل، الحاجة اللي خليتها لها رقي مسرحي، انه الانسان جاي وهو متعطش لهذا الفكر اللي بيمس قلوب كل المصريين، كان من خلال مسرحية سحر الاحلام حبيت توصل لكل المصريين ايه؟ الحقيقة يعني ما يصدر من القلب يصل للقلب، ومسرحية سحر الاحلام كانت تتناول تاريخ مصر الذي عشناه منذ 30 عام حتى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، ثم ظهور البطل الشعبي المصري الذي انتظره المصريون كثيرا ليقود المرحلة نحو المستقبل القادم ويلتف حوله كافة أطياف المجتمع المصري ويستعيد لمصر ريادة المنطقة العربية ودورها الفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، ألا وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. هكذا رصدت المسرحية دور البطل الشعبي المتميز على مختلف تنويعاته في إطار فكرة الطبقة المتوسطة المصرية والنخب التي أدارت تلك الفترة الزمنية على تنوعاتها المختلفة. الشرط الرئيسي لهذا الفرد المتميز أنه وطني، أنه متطوع، أنه مغامر، أنه يفضل مصلحة الوطن على مصلحته الضيقة، أنه يخاطر بحياته من أجل إنقاذ الوطن الحبيبة الذي كان مخطوفا ويتم استعادته ليواصل تاريخ مصر الحضاري، مصر الرائعة العظيمة
اول حضاره في تاريخ مصر، على فكره مصر التي اكتشفت المسرح وليس طبعا. اليونان. اول طبعا. مسرحيه في تاريخ المسرح في عرف يعني الذي نعرفه لدى البشريه كان المسرح المصري أكيد القديم. أكيد. فمصر يعني صانعه الحضاره تعود، وكنا حريصين أن نرصد أحلام وكوابيس وأن نوثق المرحلة بصدقها. بدت بعض المشاهد مقلقة، إلا أن الحقيقة أنا بأسمن للغاية دكتور خالد عبد الجليل وموقف الرقابة من المصنفات، والدكتور عادل عبده. موقف الدكتور عادل ده أخ يعني صديق، والحقيقة هو اللي استعدني للإخراج المسرحي. يعني هو عندما طلب مني استجبت فورا، وكان تكليفه لي شرف، واحتملني واحتملنا سويا ظروف العمل المسرحي في مصر التي أصبحت قاسية في ظل منافسات شرسة. أكيد. يعني لما تستهدف عمل غنائي استعراضي أنت داخل مغامرة. الحقيقة يعني هو الدكتور عادل فارس المسرح الاستعراضي الرائع الصديق، احنا جيل واحد خريجين نفس الدفعة من أكاديمية الفنون. وعندما طلب مني زي قلت له عادل يعني يا دكتور لا يوجد مسرح غنائي مكتوب، أكيد فقال لي نكتب. فالحقيقة احنا يعني قعدنا عدينا هذا العمل من مجرد فكرة استهدفت فكرة تيار شعور ولا شعور، مجموعة من اللوحات المتصلة المنفصلة التي تجمعها وحدة الفكر والشعور ولا يجمعها فكرة التتابع السببي، إلا من خيط الحكاية العامة التي أسماها هو بعقله الرائع وبحساسيته الملحمة الشعبية. أشكرك أستاذنا، أشكرك أستاذنا المخرج العظيم الذي عبر عن حال المصريين في كل أنحاء مصر. أشكرك المخرج المبدع حسام عطا. سلامي الكبير وأسرة البرنامج، وكل سنة وحضرتك بألف خير، ومصر والإنسانية في تقدم وهدوء بعيدا عن الكرب والحرب. اللهم أمين. والانتهازية. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين يا رب. من خلال هذا الأوبريت الذي كان يتميز في حصاد 2019، المسرح شهد المسرح المصري تميز بهذا العرضين المتميزين. العرض الأول سحر الأحلام بطولة الفنانة إيناس مكي والمخرج حسام عطا، كان دورا متميزا الدكتور عادل عبده فارس المسرح كما يلقبونه، فهو رمز من رموز الثقافة المصرية. كانت سيرة حب هذا العمل الراقي الذي يحكي عن تاريخ بليغ حمدي. ده حال المسرح المصري. تعالوا نشوف حال السينما المصرية ماذا كانت في حصاد 2019 في أولى حلقات برنامج كلام مسؤول. تعالوا نشوف تقرير الفنانة نيلي كريم من خلال برنامج كلام مسؤول، قالت إيه عن السينما أو السينما الأفريقية عموما. نشوف التقرير ده ثم عودة إلينا. طيب احنا عايزين نشوف رأيك في السينما الأفريقية، ماذا تمثل السينما الأفريقية في العالم من وجهة نظر نيلي كريم؟ من وجهة نظري أنا حضرت مهرجانات كتير، كنت يعني من السينمات المهمة لو نقدر نقول كده، في أفلام كتير حلوة ومهمة، مخرجين فاهتمام بيها يعني الاهتمام بالسينما. على فكرة نيلي كريم سوف تكرم في المهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة اللي هينعقد إن شاء الله 6/2 في أسوان الجميلة مدينة الذهب. مشاهدين الكرام، تعالى شهد 2019 وفاة أو رحيل عدد كبير من الفنانين الذين أبرزوا للفن والمسرح والسينما أدوارا هزت وجدان الشعب المصري. رحلوا وفارقونا هؤلاء الفنانين الذين تميزوا بالعبقرية الجادة وبالتميز في أدوار الفن. تعالوا شوف هذا التقرير اللي بيحكي عن أحزاننا وأوجاعنا في 2019.
بيعيش الممثل قدام الكاميرات أكتر من حياة، وبنعيش معاه الشخصيات اللي بيجسدها الممثل كأنها حقيقية، ورحيل الفنان بيصيب جمهوره بالحزن، وبالأخص إن كان من الفنانين اللي ليهم سمعة طيبة، وقدم أعمال سابت بصمة في وجدان الملايين، ودع العالم العربي مجموعة من نجوم الفن والسينما، اللي برحيلهم خسر العرب شخصيات عايشوها سنين طويلة على الشاشات، في منهم اللي نقل معاناة الناس وهمومهم، وفي منهم اللي أدخل البهجة في قلوب كتير من المشاهدين. في الحلقة دي هنعرض ليكم أبرز الفنانين اللي رحلوا عن عالمنا. الفنان طلعت زكريا. رحل للفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 59 سنة، وده بعد تعرضه لأزمة صحية دخل من خلالها أحد مستشفيات القاهرة، وكشفت إيمي طلعت زكريا وقالت إن سبب تدهور الحالة الصحية لوالدها هي السجاير، وقالت إنها هي اللي تسببت في إصابته بأمراض عديدة، وفي 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، وده اللي خلاه يدخل في غيبوبة، لكنه تعافى منها وحقق فيلم طباخ الريس إيرادات كويسة، وكان آخر ظهور ليه في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، وخصوصا إنه كان زوج والدة هنا الزاهد لسنوات طويلة قبل ما ينفصل عنها. وآخر ظهور سينمائي لطلعت زكريا كان من خلال فيلم حليمه أسطورة الشواطئ في 2017، وكان بيحضر فيلمه الجديد اللي كان بعنوان الخوذة، لكن القدر ما خلاهوش يكمل الفيلم. ومن أشهر أعماله فيلم طباخ الريس، أبو علي، حاحة وتفاحة، سيد العاطفي، اوعى وشك، حريم كريم، أبو العربي، حرامية في تايلاند، قصة الحي الشعبي، غبي منه فيه. بس 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 يا عم الله يرضى علينا وعليه. ساعة ونص مريم، الواحة كلها ما فيهاش غير مريم، مفيش شادي او نادي او عايده. هات يلا جاهزين. يلا تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسه من جدان. الفنان فاروق الفيشاوي. رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي، وده بعد معاناة من مرض السرطان عن عمر يناهز 67 سنة. وأعلن الفيشاوي بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية عن إصابته بالمرض في مفاجأة صدمت جميع الحاضرين. على حسب كلامه ان لما الدكتور قال له ان هو عنده كانسر ما تخضش وما انزعجش من الخبر، واكد للطبيب ان هو سيواجه بكل شده، وشبهه بانه حبه صداع وهياخد وقته ويمشي. ودهورت حالته الصحيه مؤخرا، وتم نقله للمستشفى قبل يومين من وفاته. واخر ظهور علني ليه كان في عزاء الممثل عزة ابو عوف. اما اخر اعماله الفنيه فكان مشاركته في مسرحيه الملك لير مع النجم يحيى الفخراني. فاروق الفيشاوي بدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات، ثم كانت انطلاقته الكبيرة سنة 1980 لما شارك في مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا، وشارك في أكثر من 130 فيلم وأعمال درامية منها القاتلة والطوفان والرصيف، غدا سأنتقم، حنف الأبهة، لا تسألني من أنا، نساء خلف القضبان، المشبوه، المرأة الحديدية. اتجوز الفنان فاروق الفيشاوي الفنانة سمية الألفي اللي أنجب منها نجله الممثل المعروف أحمد الفيشاوي، وانتهى جوازهم بالانفصال. الفنان عزت أبو عوف. رحل الفنان المصري عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 سنة، وده بعد صراع كبير مع المرض، وتوفى داخل أحد المستشفيات اللي كان بيتلقى فيها العلاج بالقاهرة. وعانى الفنان عزت أبو عوف من مشكلات في الكبد والقلب، وأصيب بانخفاض في ضغط الدم قبل أيام من وفاته اللي اتنقل بسببها العناية المركزة. وفي أيام عزت أبو عوف الأخيرة عمل قسطرة استكشافية أكدت إصابته بانسداد في شريان رئيسي في القلب، وخضع بعدها لجراحة لتغيير هذا الشريان. الفنان عزت أبو عوف شارك في أكتر من 100 عمل فني، سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، وساب بصمة كبيرة في كل عمل، واشتغل كمذيع في مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين، وده كان بجانب التمثيل، وعمل موسيقى تصويرية لكتير من الأعمال الفنية. الفنان عزت أبو عوف بدأ مشواره الفني في نهاية الستينات من خلال بعض الفرق الموسيقية اللي انضم
انضم ليها وساهم في تأسيس فريق مع إخواته البنات مها ومنال وميرفت. أسسوا فريق غنائي باسم 4M وحققوا نجاح كبير استمر لحد 12 سنة. وبدايته السينمائية كانت من خلال دور صغير في فيلم آيس كريم في جليم سنة 1992، وده كان مع المطرب عمرو دياب. وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة سنوات، وليه بنت بتعمل في مجال الإخراج وهي مريم أبو عوف. الفنان الكبير عزة أبو عوف نلتقي في هذا العزاء الذي رحل عن عالم الإبداعي وتركنا، البقاء لله في فنان قد رحل. صديقي أخوي وعشرة طويلة، مش عارفة أقول فنان العظيم مع بعض عن هذا والله هو فراق عدد كبير من الفنانين 2019. يعني نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يتغمد كل فنان رحل قدم لمصر وللسينما المصرية أبهى ألوان المتعة والجمال والانتماء لهذا الوطن. 2019 رحل عدد كبير من فناني مصر. مشاهدينا الكرام، تعالوا نشوف في حصاد 2019 نشوف الثقافة المصرية وأثر الثقافة المصرية على المصريين وفكر الفنان المصري عن الثقافة في مصر وماذا يقدم الفنان من أجل الثقافة ومن أجل الفكر. تعالوا نروح إلى هذا التقرير الذي أجريته مع الفنان محمد عبد المعطي في كلام مسؤول لنرى معنى الثقافة عند الفنان محمد عبد المعطي، وهو الذي قدم الكثير من الأعمال الفنية مع الفنان محمد صبحي. تعالوا نشوف التقرير ده ثم نعود إلى كلام مسؤول. كلام الفنان توجهها للشعب المصري وإحنا نقابل كل الثقافات المختلفة العربية والدولية. لا شك عندما نتعامل مع الاحتكاك الدولي لابد ألا نتعامل معه كبروباغندا كدعائية، دعائية تشوفها كتير وتعبنا، والتجريب الدولي والسينما الدولي وكل تجمع بيننا وبين إخواننا العرب وغير العرب نحط لها كلمة الدولي. مشاهدينا الكرام، كلام مسؤول أو فكر هذا الموضوع الذي سنناقشه في حلقات قادمة، من الذي يستحق
أن يجلس تحت قبة برلمان مصر في ظل ما يحدث الآن من نفور للشعب المصري على أعضاء مجلس النواب، وماذا قدموا أو قدم كل عضو أو كل نائب لدائرته. هذا هو حوارنا في الحلقات القادمة الذي سيشاهد تطورات، وسنلتقي بأناس يريدون أن يكونوا أعضاء مجلس النواب في الشعب المصري، وماذا سيفعلوا وماذا سيقدموا وما هي الأحداث السياسية التي ستجزئ على من يكون عضو مجلس النواب. قبل لا أروح لهذا الحديث اللي إن شاء الله حيطول معانا، أنا عايز أروح إلى تقرير حول سيدة من سيدات مصر سلوى الهرش، الدكتورة سلوى الهرش وكلمتها مع الرئيس، لأني عايز أعقب على كلمة الدكتورة سلوى الهرش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعالوا نشوف التقرير ثم نعود إلى كلام مسؤول. الرئيس السيسي من يعمل لصالح المجتمع المصري. أحداث كثيرة، يعني أنا بشوف ناس النهاردة على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك بتقول تفويض للرئيس السيسي. الرئيس السيسي هو من يحكم مصر، وهو الرئيس الذي انتخبه الشعب المصري ليكون قائدا لمصر. فأي قرار هيخرج من الرئيس عبد الفتاح السيسي هيخرج كائن للشعب المصري، لمصلحة الشعب المصري. بلاش هذه المهاترات التي تحدث في السوشيال ميديا حول ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه بحق رئيس جمهورية مصر العربية وهو بيده اتخاذ القرار السياسي. ناس كتير النهاردة بتتكلم، بنشوف مجالات كتيرة في الحديث عن حروب والحديث عن التضامن مع ليبيا والتضامن مع الدول العربية. بطبيعة الأمر احنا كمصريين وكشعوب عربية وكشعوب إسلامية ننتمي إلى أوطاننا، ننتمي إلى هذه الجزئية التي ربما يغفل عنها الكثير من الناس. الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق يستحق أن يكون رئيسا لمصر، لأنه الراجل ده بيسارع الوقت، بيسارع الزمن، بيسارع كل حاجة حتى ينشئ مصر جديدة لكل المصريين. النهاردة المجتمعات العربية تحتاج إلى توحد عربي كياني يثبت أننا أمة واحدة وشعب واحد. بس هتحتاج إزاي النهاردة بكل الذي يقال في التلفزيون أو ما يحدث على شاشات التلفزيون؟ يجرؤ بنا أن نقول نحن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتفقون على التضامن السياسي ومتفقون على الدفاع عن حمية الأرض العربية كلها، لأننا أمة عربية واحدة. ده اللي أنا حبيت أوصله من خلال برنامج كلام مسؤول. النقطة الثانية، ناس كتير في هذا الوقت يعني بتتحدث تقول أنا حرشح نفسي عضو مجلس نواب، ماذا ستقدم إلى الشعب المصري حتى تكون نائبا لمصر، حتى تكون نائبا لكل المصريين؟ وماذا قدمت وماذا ستقدم؟ ويعني شكل العام لما يحدث في مصر، هل النهاردة بنعيش في 2020 أو 2020 مع هذه النقلة العظيمة التي نقلت إليها مصر بهذه المشروعات؟ أنا بمشي بالليل كده ساعات بشوف الصناعي هو شغال في محطة المترو، اللحام هو بيشتغل بالليل، يعني إنجاز فظيع يحدث في وطننا المصري، لازم نحافظ عليه. الناس اللي هي النهاردة بتقول البلد ما فيهاش تطور، احنا عارفين كإعلاميين أو كناس مثقفين إنه النهاردة مصر فيها مشاكل اقتصادية كتير. مش ناقصين إشاعات، مش ناقصين النهاردة أي حاجة، لا، مصر في تقدم ومصر في ازدهار في قيادة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. لازم نقتنع بكده، ولازم نعرف المصريين كده، ولازم نقول إنه مصر قادمة، ومصر هي حماية للأمة العربية كلها. وما يحدث النهاردة في الجيش والشرطة ملحمة عظيمة. حتى أنا لو شفنا إنه تعالوا شوفوا وإحنا في مناسبة أعياد الميلاد، أقول لإخواننا المسيحيين في جميع أقطار الأرض كل عام وأنتم بخير، عيد الميلاد المجيد
يعني المصريين النهارده داخلين على فرحه وداخلين على خير وداخلين على اتفاق وطني واتفاق مبدئي ان تكون مصر رائده في الاشياء، او مصر قادمه ان شاء الله، مصر قادمه برجال مخلصين، بنواب مخلصين، بالذين يعملون لصالح المجتمع المصري. لا نريد ان نقدم سلبيات الى المجتمع المصري، ولكن نقدم نموذجا متميزا من اعضاء مجلس النواب ومن السياسيين الذين يعرفون قيمه هذه البلد. في عندنا في مشاكل اقتصاديه، نعم نحترف كاعلام ان هنالك مشاكل اقتصاديه، هنالك مشاكل في اشياء كثيره لابد ان نتغلبها. تعالوا وانظروا الى الاوطان العربيه ماذا يحدث فيها الان، وانظروا الى مصر كيان الامه العربيه بل وعمود الامه العربيه ماذا يحدث فيها الان. الان مصر في امان وفي حصن شديد. تعالوا نروح للفاصل ثم نعود الى برنامج كلام في الحياه، كلام مسؤول. لكم مشاهدينا الكرام مره اخيره في برنامج كلام مسؤول. حلوه الفرحه لما تبقى لابسه الطرحه زي العروسه، تبص فستانها تقول الله على فستاني بس ناقصه الطرحه. تعظيم سلام للي ناوي الخير لمصر. واخيرا وصلت الفنانه والاعلاميه عبير جلال التي ستشاركني في حواري او في برنامجي القادم، البرنامج تبعي انا وهي، الفنانه عبير جلال. اهلا وسهلا بك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك، كل سنه وانتم طيبين وكل سنه ومصر كلها طيبه وسنة سعيدة وجميلة على الدنيا كلها. وإحنا برنامجنا برنامج بسيط، يعتبر إن إحنا بنقدم بنبناية من السياسة للصحافة للفن للمسرح، بنتكلم فيها عن كل صغيرة وكبيرة، وبنخش كواليس كل مسرح وكل عمل فني، وبنخش كواليس برضو السياسة بس مش كواليسها قوي، يعني جزء بسيط. فبنقول كل سنة وانتم طيبين للسنة الجديدة، وإحنا مبسوطين قوي إن إحنا معاكم، ونهينا 2019 بفرحها بحزنها، بكل واحد عدى عليه حزن وعدى عليه فرح وعدى عليه كل حاجة. وبقول لكم انتم منورينا، ويا رب لا يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم وتيجوا معانا. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت نعاقبها عقاب بسيط، انها عشان جت متاخره في برنامج كلام مسؤول النهارده، نسمع منها اغنيه ولو بسيطه ده عقابا لها انها جت النهارده متاخره في برنامجها، برنامج كلام مسؤول. طب حقك عليا، انا ما اقصدش والله، ده انا جايه بسرعه. لا بس برضه نسمع اغنيه. طب يعني احنا هنبدأ الحلقة دي فكر عام لبرنامجنا، برنامج كلام مسؤول. بس عبير كفنانة قبل لا تكون إعلامية، عايزين نسمع حاجة نعاقبك بيها على التأخير، لأن احنا مستنين من بدري ظهور الإعلامية اللامعة عبير جلال. طيب أنا هغني أغنية دي لأمي الله يرحمها ويحسن إليها، دي كانت بتحبها وانت اكيد عارف طبعا. ايه الاغنيه اللي هي كانت بتحبها؟ يا تمر حنة. يا تمر حنة. حد في الاعداد يجيب لنا ميكروفون ولا هنغني كده هوا؟ في ميكروفون ولا هوا؟ اهو احنا معاك اهو، مع الاستاذ ناصر بيقول خليها تغني، هو عايز يسمع وخلاص. يلا. يا تمر حنة، يا تمر حنة، خليت بينا وبعدت عنا، ويا تمر حنة، يا تمر حنة، خليت بينا وبعدت عنا، الورد كله كله كسل جناين، واشمعنى انت ايه انت اللي شردة منا، يا تمر حنة، يا تمر حنة، بالليل بنسأل وبالنهار عشان نطمن قلبي عليكي، وطلع عليهم الانتظار
عايش في قلبك راحت المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت سامرنا ونفض سامرنا، الورد كله كسل جناين، وشمعنا انت اللي شردة منا يا طمرة حنا يا طمرة حنا. الله عليك الله عليك يا استاذ عبير، بتأسف. يعني احنا الفنان عبير جلال هي يعني هي عشرة عمري زي ما بيقولوا، واختي، ويعني كانت وفاة والدتها يعني له اثر كبير علينا، واحنا اللي كنا بندخل عليها وبنهزر معاها وبنقول لها، يعني هي ست الكل بالنسبه لنا، هي حبيبه قلوبنا، يعني ربنا يرحمها ان شاء الله. وان شاء الله كده نشوف عبير، مش عايزين دموع في اول حلقه. لا انا بتاسف طبعا لحبايبي وجمهوري الجميل ان اول حلقه كده واول ظهور انا بتاسف فعلا جدا، يعني بعد الغياب كمان. بس ما فيش دموع تاني في 2020. لا ان شاء الله ان شاء الله 2020 تبقى سنه سعيده عليك يا رب. ومن خلال التقانا بفكره البرنامج، حابه تقولي لجمهورك واللي وانت ليكي فتره، احب اقول لهم وحشتوني، وان شاء الله باذن الله احنا راجعين وراجعين بقوه باذن الله، كاعلام كفن كطرب كتمثيل ان شاء الله تعالى. في حاجات كتير قوي، في بلان عاملينه ان شاء الله. بقول لكم وحشتوني قوي، وبقول لكم سنه سعيده جميله، يا رب ما يدخل الحزن قلب حد ابدا، ويا رب سنه 2020 تبقى كلها فرح وسعاده وهنا على الناس كلها، واحنا من ضمن طبعا، وعلى مصر كلها. طب بمناسبه انك قلتي 2020، تعالوا نشوف اغنيه ماجدة الرومي كل سنه وانتم طيبين، او كل سنه وانتم معانا دايما دايما يا رب. لا احنا عايزين نسمعها. عبير الاعداد بيقول لي احنا عايزين نسمعها من صوتها، لان صوت عبير رقيق جدا، هنسمعها هي وماجدة الرومي الاثنين مع بعض. طب انا مش حافظه بتاع كل سنه وانت طيب. هتغنيها مع نزلوها تتر يا رب لكل المصريين، يبقى برنامجنا برنامج فرحه وسعاده لكل المصريين يا رب، وخير وسلام وفرح وبهدي هذا العام. يعني بقول لكل المصريين، اهلي واسرتي وكل المصريين وكل اخواننا، كل سنه وانتم طيبين وكل المصريين طيبين. وانا عايز ادي الضوء كله لعبير التي ستكون معنا في الحلقات القادمة من برنامج كلام مسؤول، البرنامج السياسي لنعرف من يستحق أن يكون عضو مجلس نواب عن مصر. وهنسمع عبير دلوقتي بأي أغنية عشان نختم بيها، عشان خلاص أنا جاي النهاردة غني يعني يعني هقول لكم وحشتوني، وهنختم بيكي برضو، وضع الختام بما تلوح. هقول لكم وحشتوني، هقول لكم ووحشتوني، بقالكوا زمان وحشتوني، ووحشتوني ولسه هتوحشوني كمان، يا عشرة عمر حبتها أدوب أدوب فيها كمان وكمان. نقول بقى كل سنة وانتم طيبين، ونقول أنا مبسوطة جدا إن أنا معاكم، ومبسوطة جدا 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 إن أنا مع أخويا وعشرة عمري والإعلامي الجميل. بصوا يعني هو طيب من بره ومن جوه،
مش عارفة أقول عليه إيه، بس حتة السكرة بتاع العيلة بتاعتنا أصلا، الإعلامي الجميل سيد فضيل. ويا رب يا رب يكون برنامج جميل ونقدر نستعرض فيه كل صغيرة وكبيرة فعلا البلد عايزاها ومحتاجاها. شكرا، وشكرا على هذه الحلقة. ياريت تدند قبل ان نلقاكم في الحلقات القادمة، الإعداد بيقول لي خلص خلص خلص، أنا عايز دندنة بسيطة ولو 30 سنة دندنة. يلا دندنة عبير جلال سريعة في 30 ثانية، وانتظرونا في الحلقة القادمة مع بعد الدندنة بقى. طب عايز أدندن لك إيه؟ أي حاجة مثلا. أي حاجة. سين وحشتوني برضه. برضه وحشتوني. ما أنا أنتوا وحشيني جدا، بس عايز أقول لكم إيه؟ عايز أقول لكم إيه؟ نقول مسا النور والهنا على الموجود هنا واللي جاي لنا، سنور والهنا على الموجود هنا واللي جاي لنا، مسا النور والسعادة على السكر الزيادة، مسا النور والسعادة على المشاهد الزيادة، واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا ولا جوه قلبنا. مساء الخير عليكم وزي الفل.